اضطرابات القولون من الحالات المرضية المزعجة، وخاصة متلازمة القولون العصب. بيعاني المريض من أعراض كتيرة زي الإسهال أو الإمساك أو من الاتنين، ده غير الانتفاخ وألام البطن. نقدر نتغلب على ده ببعض التعديلات في نظامنا الغذائي. علشان كده في حلقة النهاردة هنتكلم عن أفضل 18 مشروب وأعشاب للقولون وبعض الأكلات اللي بتريح القولون. أعزائنا متابعي قناة رعاية، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن أفضل مشروبات وأكلات تريح قولونك. وخليك معانا لآخر الفيديو، هنقدم لك نصايح تريح بيها القولون وقت ما تكون حاسس بألم وتهيج فيه، فخليكم معانا. أول حاجة معانا هنريح بيها القولون هي اللحوم الخالية من الدهون. كل ما كانت عملية الهضم سهلة، كل ما ارتاح القولون واختفت الغازات منه. علشان كده بنقول إن اللحوم الخالية من الدهون هتريح القولون. اللحوم من البروتينات واللي بتكون سهلة الهضم، بشرط إنها تكون خالية من أي دهون، لأن ببساطة تكسير الدهون بيكون صعب، لكن اللحوم الخالية من الدهون سهلة قوي، بتتهضم في المعدة بكل سهولة. طيب ألاقي فين اللحوم دي؟ اللحوم دي موجودة في الفراخ، في الديك الرومي، في لحوم البقر بس الحمرة اللي ما فيهاش دهون. تاني حاجة معانا البيض، والبيض خيار مناسب خاصة لمرضى القولون العصبي. في طرق كتيرة ينفع ناكل بيها البيض، أبسطها المسلوق، بس لازم ناخد بالنا إن مش كل الناس استجابتها مع البيض زي بعضها، يعني في ناس بياض البيض بيعمل لها حساسية، وناس تاني ممكن يبقى عندهم حساسية من الصفار، فلازم نختبر ونجرب الموضوع ده قبل الاعتماد على البيض في تغذية مرضى القولون. الاختيار التالت معانا وهي الأسماك. في كتير أنواع من السمك مناسبة لمرضى اضطرابات القولون زي السلمون، وده عنده محتوى عالي جدا من أوميجا 3، وغيره في أنواع تانية زي الرنجة والسردين والماكريل. اختيارنا الرابع هي أطعمة منخفضة الفود ماب. يعني ايه فود ماب؟ الفود ماب هو مصطلح بيطلق على مجموعة من الكربوهيدرات والسكريات اللي السلاسل بتاعتها قصيرة وبتكون قابلة ان هي تتخمر في الامعاء بواسطة البكتيريا. احنا بقى هنعتمد على الأطعمة قليلة الفود ماب، يعني عكس الكلام اللي احنا قلناه، ودي ليها امثلة كتيرة قوي زي الجزر والبتنجان والطماطم والبطاطس والبطاطا والكوسة والجرجير والسبانخ. هو في الحقيقة في أطعمة كتيرة تاني منخفضة الفود ماب، لكن مش كلها هتنفع مع آلام القولون، فلازم ناخد بالنا. خامس حاجة معانا وهي المكسرات. المكسرات محتواها عالي من الألياف والبروتين وأوميجا 3، علشان كده بتحسسنا بالشبع، والأفضل إن احنا ناكلها وهي نية من غير تحميص أو إضافة توابل علشان نستفيد من الدهون الغير مشبعة. أشهر المكسرات دي عين الجمل والجوز، بس ناخد بالنا هي المكسرات كويسة ومريحة للقولون، لكن لو أفرطنا في تناولها هتبقى مشكلة للقولون، فلازم ناكلها باعتدال. الاختيار السادس معانا مرق العظم، ودي طريقة سهلة وبسيطة ممكن نستخدم فيها مرق العظم المطبوخ، ودي وصفة قديمة قوي الناس متوارثاها ومعروف ان هي بتريح القولون جدا. كمان مرق العظم اتضح انه عنده خصائص مضادة للالتهاب، فبيساعد كمان في تقليل تقلصات البطن. عندنا كمان مجموعة رائعة من المشروبات اللي بتريح القولون، منها النعناع. النعناع معروف من زمان قوي انه علاج لكل مشكلات الجهاز الهضمي خاصة القولون، لان النعناع بيقلل الانتفاخ ويخفف من الالم، ودي اهم اعراض القولون تقريبا. المشروب التاني اليانسون، واليانسون عشبة شهيرة جدا في الطب البديل لكتير من الأمراض. شاي اليانسون جاب نتائج هايلة مع متلازمة القولون العصبي، لأنه بيهدي القولون وبينظم عملية الهضم. المشروب الثالث البابونج. البابونج والمعروف في الأوساط الشعبية بتاعتنا بالشيح، وده أحد أشهر الأعشاب الطبيعية في علاج أي مشكلة في البطن، ومن ضمنها طبعا القولون. بيقلل من التقلصات والتشنجات العضلية في الأمعاء والقولون، ومهدئ كمان للمعدة وبيقضي على الغازات. المشروب اللي بعد كده الشمر، والشمر بيقدر يخلصك من الغازات والانتفاخ والتقلصات، وكمان بيخفف الإمساك، علشان كده ده يعتبر خيار سحري لعلاج القولون.
في النهاية في مجموعة نصايح مهمة جدا لما بنواجه ألم القولون فعليا، يعني تقدر تعتمد عليهم في العلاج، لأن مش كل اللي اتكلمنا عنه هينفع وقت الشعور بتهيج وألم القولون. لازم نشرب كمية كبيرة جدا من المية، 8 أكواب في اليوم دي أقل حاجة، ونبتعد تماما عن ان احنا نشرب الكافيين اللي في القهوة والشاي والمشروبات المحلى بالسكر والمشروبات السكرية وخلافه. لازم نعتمد على البروتين في الأيام اللي فيها إحساس بنوبات القولون وإحساس بألم، واتفقنا على نوع البروتين المناسب، قلنا السمك وقلنا اللحوم الخالية من الدسم وقلنا البيض والمكسرات. كمان نعتمد على الزيوت الطبيعية في الغذاء ونبتعد تماما عن الزيوت المصنعة، وبشرط تكون الكمية قليلة من الزيوت. أفضل الزيوت الطبيعية طبعا هو زيت الزيتون لأنه مضاد للالتهاب. نتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وزي ما تعودنا أي استفسارات ياريت تكتبولنا في التعليقات وهنجاوبكم عليها، ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك وشير وتشتركوا معنا في قناة رعاية علشان تتابعوا معنا كل جديد عن عالم الصحة والجمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.